الإعلاميين إعلامي مصر الوطنيين جم في هذه المنطقة، منطقة القناطر الخيرية، أجمل بقعة على النيل، وإحنا شايفين ورانا النيل ممتد وجريان النيل. سيادة الوزير إدى رسائل قوية محددة هو هيقول عليها، لكن إحنا كإعلام دورنا بنقف في ظهر الدولة المصرية، بنساند الدولة المصرية على ثقة تامة في قيادة وفي إدارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذا الملف. الشعب المصري كله واثق في رئيسه، واثق في قدرته، وبنقول له يعني احنا كلنا مش بنفوضك، لا احنا كلنا بقول لك احنا مطمئنون، نحن مطمئنون، نحن مطمئنون. شفتوا جزء من كل من أنشطة إدارة المية في مصر، وشفتوا ازاي احنا بندير المية بالقطرة من وهي سحابة، وشفتوا الشباب، وشفتوا الجيل الوسط، وشفتوا انا ما عرضتش كمان اللي هم اللي جابوا سن المعاش، الخبراء اللي جابوا سن المعاش واستعنا بيهم كمستشارين في مشروع التبطين ومشروع الري الحديث علشان يبقى في استمراريه في نقل الخبرات وفي نفس الوقت تجهيز كوادر بتاعه المستقبل، وده جزء مهم جدا من اللي احنا بنشتغل عليه. الدوله المصريه بكل اجهزتها شغاله لصالح مصر على مدار الساعه كلهم فيما يخصه. وزاره الري بيخصها الجزء الفني واداره الميه، واحنا شغالين. انتوا اكيد يعني شفتوا من اللي شفتوه النهارده، سواء الفلاحين لما اتكلموا على المجهود، وده يعني الكلام اللي قاله الفلاحين النهارده ده بيدل على درجه كبيره من الوعي عند الناس. يعني انا لا استهين بدور الفلاحين والمزارعين في نشر الوعي بين الجميع، واحنا شفنا درجه الوعي العاليه اللي هي عندهم ديت، وحولوا المشكله لفرصه ان هو انتجوا وزودوا انتاجهم وصدروا وحسنوا نوعيه انتاجهم، ودوت اللي احنا شغالين عليه. الدوله والشعب المصري لن يسمحوا بحدوث ازمه ميه في مصر، ودي حاجه اساسيه لازم كل الناس تبقى واثقه فيها. التناول مع اي مشكله لازم أن نكون هاديين واثقين، نبعد عن الانفعال وعن يعني الانفعال. لا، احنا الدوله شغاله، الدوله بتاخد القرار المناسب في الوقت المناسب واللي هو يناسب الدولة المصرية. الدولة المصرية ليست في حالة اضطرار لأخذ قرار متسرع، وبالتالي كل قرار بيؤخذ بيدرس على ميزان وبيوزن على ميزان من ذهب أو حاجة، لو في حاجة أكتر من الذهب القرار بتاعها بيوزن عليها. فبالتالي لازم كلنا نبقى واثقين في دولتنا وفي نفسنا وفي قيادتنا وفي الشغل اللي هو شغالين فيه، سواء اللي احنا أعلناه النهاردة أو اللي ما جاتش فرصة ان احنا نعلنه. ده شغل كتير بيتعمل على الأرض بحيث ان احنا نعمل أمن مائي لأهل مصر كله.